بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا. مسألتنا النهاردة اسمها 1 برايم. المسألة بكل بساطة بيقول لك انه هيديك عدد نمبر رقم ايا كان الرقم ده ايه، بيقول لك عاوزك تشوفه هل هو برايم ولا لا. واداك هنا نود صغيرة بيقول لك ان البرايم نمبر بيكون ايه؟ البرايم نمبر هو اللي أكبر من الواحد، يعني العدد بتاعه أكبر من الواحد وما بيقبلش القسمة غير على الواحد ونفسه. تاني، العدد البرايم عشان يكون هو فعلا عدد برايم لازم يكون أكبر من الواحد وباقي القسمة، أو بيقبل القسمة على الواحد وعلى إيه؟ وعلى نفسه. يعني بمعنى لو قلنا تمام، قلنا 2 3 5 حلو حلو، فانا هقول لك الاثنين اكبر من الواحد، خلاص ده اول شرط اتحقق. تمام، اول شرط اتحقق. ثاني شرط انه بيقبل القسمه على ايه؟ على الواحد وعلى نفسه بس. اهو على الواحد، 2 على واحد فيها الواحد، واثنين على نفسه فيها الايه؟ فيها الواحد. تمام، نيجي على التلاتة. التلاتة أكبر من الواحد، ما بيقبلش القسمة غير على الواحد وعلى إيه؟ وعلى نفسه. شايفين؟ أهو حلو. نيجي عند الإيه؟ خلي دول في لاين واحدة أهو عشان بس إيه الموضوع يكون إيه تمام معانا. عندنا هنا الخمسة، الخمسة أكبر من الواحد، والخمسة ما بتقبلش غير اسمه غير طبعا هنا إيه؟ 2 على الواحد في الاتنين، طبعا دي غلطة مني معلش، وهنا إيه؟ فيها التلاتة. تمام، هنا خمسة على الواحد فيها الخمسة، وخمسة على خمسة فيها الإيه؟ فيها الواحد. تمام، نيجي الرقم زي الأربعة. تمام، نيجي الرقم زي الأربعة، هل هو برايم؟ هنشوف. هل الأربعة أكبر من الواحد؟ أيوه. طب هل الأربعة تكتب الاسم على نفسها وعلى الواحد؟ على الواحد إيكوال أربعة، مفيش مشكلة. على نفسها برضه تكتب الاسم على نفسها، لكن بتكتب الاسم كمان على الاثنين، صح ولا غلط في هالاثنين؟ إذن أبقت الاسم على رقم غير نفسها وغير ايه؟ الواحد، اذا ما يكونش برايم. وصلت؟ وصلت. طبعا الارقام اللي هتاخدها وتشوف بتقبل اسمها على نفسها ولا لا، اللي هي ما بين الواحد لغايه الرقم اللي هو مديهولك. يعني هنا الاربعه هيبقى عندك 1 2 3 4، هتشوف 4 تقسم على ايه؟ على الواحد، وده شرط من الشروط. 4 على 4 تمام، وده شرط من الشروط. هل بتقسم على 3؟ طبعا 4 على 3 ما تنفعش، فيها كسر 10. تمام، لكن 4 على 2 قبلت القسمه، إذا ما ينفعش برايم. لكن هنا الخمسة، أو الخمسة هقول لك الواحد 2 3 4 5، الخمسة أكبر من الواحد تمام، الخمسة على الواحد تمام ده شرط من الشروط، الخمسة على نفسها برضو واحد ده شرط من الشروط، لكن الخمسة على الاثنين ما تنفعش، على الثلاثة ما تنفعش، على الأربعة ما تنفعش، إذا ما قبلتش القسمة غير على نفسها والواحد وهي أكبر من الواحد، إذا هو برايم. إذا هو ده بكل بساطة العدد البرايم، فهيديك رقم اللي هو السبعة أو 15 أو أيا كان الرقم، ما بيزيدش عن 10 أس 5، وهتقول له يس أو نو. يس لو هو برايم، نو لو هو مش برايم. حلو، فتعالوا مع بعض نشوف إزاي هنقدر نحل المسألة ديت بكل بساطة. تمام، فعشان نحل المسألة ديت عاوزين نبدأ نفكر مع بعض إزاي هنقدر نحلها بعيد عن الكود الأول. بعيد عن إيه؟ بعيد عن الكود. حلو حلو، أظن الموضوع مش هيكون صعب. اللي هو أول حاجة حضرتك، خلينا نمسح ده كله وناخد وليكن الخمسة. أول حاجة هتشك إن الخمسة أكبر من الواحد، مفيش مشكلة، دي مفيهاش أي مشكلة. حلو، بعد كده عاوزين نشوف إحنا عندنا دلوقتي كام رقم؟ عندنا 1 2 3 4 5. حلو تمام، طبعا أنت عارف إن مفيش رقم في العالم تمام نصه
اللي هو نص الاعداد بتاعته ما بتقبلش يسمع ليه. بمعنى انت لو عندك 100 تمام، اول رقم لل 100 يقبل يسمع ليه كام؟ 50. ده اول رقم. اذا من 50 لغايه 100 ولا رقم من دول يقبل يسمع ليهم. ليه؟ لان ما فيش رقم في العالم بيقبل اسمه على رقم اكبر من نص. اول رقم لاي رقم في الدنيا يبقى اسم عليه هو نص الرقم. صح ولا غلط؟ صح. دي حاجه انت المفروض تكون عارفها. عندك مثلا 50، 50 اول رقم يبقى اسم عليه كام؟ ال 25. صح. اذا ال 50 اول رقم يبقى اسم عليه هو ال 25، يعني ايه؟ نصه بالظبط. حلو، تعال ناخدها واحده واحده بالكود عشان تبان اكتر برضه. اول حاجه هقول له انت النمبر بتاعي تمام، وهقول له سي ان ايه النمبر. حلو حلو، مفيش اي مشكله. قلنا هنعمل هنا متغير نسميه ايه؟ ديف او ديفايد، اللي هو هقول له ديف ايكوال النم على ايه؟ على 2. الديف ده اللي هو الديفايد، اللي هو ده اول رقم هيقبل اسمه على الرقم بتاعي. يعني هنا اداني مثلا 50 صح؟ فسي ان هنا خدت ال 50 بتاعتي. حلو، فالديف بتاعتي هتساوي كام؟ هتساوي 50 على 2 اللي هي كام؟ 25، اللي هو اول رقم هيقبل اسمه على ايه؟ ال 50 هتقبل اسمه على اللي هو ايه؟ اللي هو نصه زي ما شرحت. تمام تمام، هبدا اعمل فوق، هلف بقى على الارقام من اول واحد لغايه 25، لان الارقام ديت هي المحتمل ان ال 50 تقبل اسم عليهم، لكن اكبر من 25 ما ينفعش. ليه؟ لان احنا قلنا ما فيش رقم في العالم بيقبل الاسم على اكبر من نصه. فانا جبت النص بتاعه اللي هو 25 وقلت له من اول الواحد لغايه 25 ممكن الرقم ده يقبل على اي رقم ما بينهم، لكن اكبر منهم ما ينفعش. فانا هبدا من ايه؟ ان اي ايكوال 2. ليه 2؟ لان احنا قلنا كده كده ال 50 هتقبل اسم على واحد، اي رقم في العالم بيقبل اسم على واحد، دي معروفه، فهبدا من الاثنين. تمام، واحل له ايه؟ اي اقل من او تساوي الديف بتاعتي. واحل له اي بلس بلس. تمام، هقول له بقى اف، هتشيك هل النم بتاعتي اللي هي ال 50 مودلس الاي ايكوال ايكوال 0؟ طبعا انت عارف ان المودلس باقي القسمه، ما هو لو باقي القسمه بتاع ال 50 على الاي ايكوال ايكوال 0 اذا قبل عليه، لان مثلا 50 تمام على 2، الاي اول حاجه ب 2 فكام؟ فال 25. هل في باقي قسمه؟ باقي القسمه ب 0، اذا فعلا قبل القسمه عليه، اذا المودلس باقي القسمه. لو باقي القسمة بين رقمين ايكوال ايكوال 0 اذا الرقم الاول قبل القسمة على الرقم الثاني. انت عارف طبعا المودلس. تمام؟ تمام. بعد كده والله لو هو قبل القسمة اذا سي اوت نو. حلو، هكمل؟ لا خلاص مش هكمل، هعمل بريك. بريك ليه؟ عشان اطلع من الفورم. خلاص انا اتاكدت خلاص، ما هو بيقبل القسمة على رقم ما بين الواحد وال 25، يعني قبل الاسم على رقم غير الواحد وغير على نفسه. احنا قلنا الرقم الايه؟ البرايم بيقبل اسمه بس على الواحد وعلى نفسه، هنا قبل الاسم على ايه؟ على الاثنين، اذا رقم ثاني، اذا اطبع نو واعمل بريك، مش هكمل خلاص، اطلع من فوق. تمام. عاوزين نعمل هنا انت فلاج ايكوال كام؟ ايكوال 0. هقول له انت لو دخلت هنا خلي لي الفلاج ايكوال 1. تمام؟ فهاجي بعديه خلاص بعد ما ايه؟ اما اخلص هقول له اف فلاج. لو الفلاج بتاعي ايكوال ايكوال 0 سي اوت يس. ايه ده بقى اللي انت عملته؟ ايه الخطوه الاخيره ديت؟ بكل بساطه هو دلوقتي لو اداني هنا 3 حلو، ف 3 على 2 فيها الواحد ونص، طبعا انت مخزنه في انتجر فما فيش نص. حلو، اذا اول رقم هيبقى الاسم عليه اللي هو الايه؟ الواحد. تمام، هقول له انت اي ايكوال 2،
واي اقل من او تساوي الديف، الديف بكام؟ بواحد. هل الاثنين اقل من او تساوي الواحد؟ لا طبعا. اذا هو اصلا مش هيخش الفور ديت. اذا الفلاج ديت اصبحت بكام؟ بزيرو. اذا بزيرو اذا هو ايه؟ هو ما دخلش هنا اصلا. ما هي الفلاج عشان تبقى ب1 لازم تخش هنا، ومعنى انها دخلت في الاف ديت معناها كده انه مش برايم. تمام؟ فغيرها بواحد. فالفلاج اتغيرت لو دخل في الاف ديت، فمجرد ما يتغير هيجي هنا. هل الفلاج ايكوال ايكوال زيرو؟ لا طبعا، اصبحت بواحد، اذا مش هيطبع ديت. لكن لو ما دخلش هنا خالص، لو ما دخلش هنا خالص اذا اصبح هنا بايه؟ مازال الفلاج بزيرو. اهو مازال الفلاج بايه؟ بزيرو. فالفلاج ايكوال ايكوال زيرو هيطبع ايه؟ يس. يعني بكل بساطه، بكل بساطه دلوقتي الفلاج عندي بزيرو، فهو لو دخل في الاف ديت، لو دخل في الاف ديت اصبح الفلاج بواحد، صح؟ اذا معنى كده ان طبعا نو وخلص. حلو، هيجي هنا الفلاج بواحد مفيش مشكله، فاصبحت ايه؟ مش هيخش هنا خلاص لان الفلاج بواحد. طيب لو ما دخلش هنا بقى، لو ما دخلش هنا اذا الفلاج هيفضل بزيرو، اذا هو اصلا ما طبعش نو، اذا ما قبلش الاسم على اي رقم من الارقام اللي احنا قلنا عليها، هيجي هنا الفلاج ايكوال ايكوال زيرو، هيبقى ايه؟ سي اوت يس. كنترول ايه كنترول سي، ونشوف نشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. سبميت اهو، هعمل ايه؟ 1 برايم. كنترول في واعمل سبميت. تمام، اكسبتد اهو ان شاء الله، مفيش اي مشكله وكله تمام. 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانتاج في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.